السلام عليكم ورحمة الله. أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع مسام لنزع الألغام بمختلف أشكالها وصورها التي زرعتها الميليشيات الحوثية بطرق عشوائية في الأراضي اليمنية. فما تفاصيل المشروع الإنساني مسام الذي أطلقه مركز الملك سلمان للإغاثة؟ وكيف يمكن أن ينعكس هذا المشروع على حياة الملايين في الأراضي اليمنية؟ وما حجم الكارثة التي خلفتها الميليشيات الحوثية من وراء زراعة الألغام المختلفة على حاضر ومستقبل اليمنيين؟ مسام أكبر مشروع لنزع الألغام التي زرعها الحوثيون في اليمن، موضوع حديثنا لهذه الليلة من برنامج مستقبل الوطن. وهذا الموضوع أناقشه مع ضيفي هنا في الاستوديو، المستشار الإعلامي عزام العبيد، مستشار معالي المشرف العام لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. المستشار الإعلامي عزام، أهلا وسهلا فيك. حياك الله. سعيدين بك اليوم. أنا سعيد أكثر وأتشرف. وعليك بالخير إن شاء الله. مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن مشروع في غاية الأهمية. كل الشكر والتقدير لمركز الملك سلمان على جهوده المبذولة. هذا المشروع يعالج كارثة يمنية زرعها الحوثيون. سنأخذ منك تفاصيل هذا المشروع وأبعاده وفترة الزمنية والإمكانات المطروحة فيه، كل هذا سنناقشه معك في ثنايا هذه الحلقة. لكن دعنا كالمعتاد نتابع أولا هذا التقرير الذي أعده مشكورا زميل فؤاد فارس. في عقول أفراد الميليشيا وضعت إيران ألغام انحرافاتها التي تجعل المجتمع عدوا، فكانت النتيجة ألغاما حقيقية وضعتها الميليشيا بوضاعة في كل مكان. ألغام يقدر البرنامج الوطني لنزع الألغام في اليمن أرقامها بالملايين، وهي أرقام تكشف مدى الحقد الميليشياوي على ملايين اليمنيين الذين تجعل منهم الميليشيا أهدافا في سبيل تحقيق هدف طهران. خطورة الألغام المزروعة عشوائيا والأعداد المتزايدة لضحاياها الذين يفقد البعض منهم حياته، فيما يفقد آخرون أعضاء تتحول الحياة بفقدها لمأساة. كل ذلك يجعل من نزع الألغام وحماية المدنيين من خطورتها مهمة لا تقل أهمية عن مواجهة الميليشيا في بقية الميادين، مهمة أكد القائمون على مركز الملك سلمان أنهم لأجلها أطلقوا مشروع مسام لنزع الألغام. ووفقا للدكتور عبد الله الربيع المشرف العام على المركز، فإن مشروع مسام يهدف لإزالة الألغام ومساعدة الشعب اليمني على التغلب على المآسي الإنسانية الناجمة عن انتشار الألغام. الربيعة وخلال تدشين المشروع في العاصمة الرياض أكد أنه تم نزع 130 ألف لغم بحري محرمة دوليا، إضافة لحصر أكثر من 600 ألف لغم في المناطق التي تم تحريرها من ميليشيا الإنقلاب. مدير مشروع مسام أسامة القصيبي أوضح من جانبه أن المشروع سيركز على الداخل اليمني فقط ولن يشمل المناطق الحدودية، وسيمتد لعام كامل بتكلفة 40 مليون دولار، مؤكدا قدرة المشروع على التغلب على جميع الألغام المبتكرة والعبوات الناسفة عبر استخدام أحدث ما توصلت إليه التقنية في هذا المجال. أما مراحل المشروع فتشمل التجهيز والتدريب وإعداد الفرق الميدانية لنزع الألغام، ثم الانتشار في الميدان ونقل الخبرة للكوادر اليمنية ضمانا لديمومة العمل واستمراره. فهل يفضي مسام ليمن بلا ألغام؟ سؤال تبقى إجابته معلقة بسؤال آخر، هل سيتم انتزاع الميليشيا بشكل نهائي بوصفها أخطر لغم على المنطقة، أم أن الأطراف التي تمد لها مبادرات الإنقاذ ستنجح في إعادتها لتعيد زرع اليمن بملايين الألغام؟ شكرا لزميل فؤاد فارس على هذا التقرير، وأجدد ترحيبي بضيفي هنا في الاستوديو المستشار الإعلامي عزام العبيد، مستشار معالي المشرف العام لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. أجدد ترحيبي بك ضيفي الكريم. أهلا وسهلا.
مشروع مسام، هذا المشروع الأكبر لنزع الألغام في اليمن، لولا هذه الكارثة التي حلت باليمنيين الحوثيين بكل تفاصيلهم بكل أعمالهم بكل جرائمهم، تجعل من التحالف العربي يفتتح مشاريع، وخصوصا نحن نتحدث هنا عن مركز الملك سلمان ومشاريع متخصصة جدا من ضمنها هذا المشروع، مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن. ما تفاصيل هذا المشروع؟ اسمح لي يعني قبل أن نتحدث عن مسام بود أن نتحدث عن خطورة الألغام وخطورة ما تقوم به جماعة الحوثي والميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران. إذا ما تكلمنا عن الألغام بشكل عام وخطورتها في اليمن وبالأرقام التي وصلتنا، وهذه الأرقام أؤكد لك بأنه إذا قلت لك أكثر من فأنا أؤكد لك بأنه هو فعلا الرقم أكبر بكثير مما نذكره حاليا، ولكن هذا ما تم رصده في تقارير. نتكلم عن أكثر من 600,000 لغم بري حاليا يعني موجودة ومزروعة من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية. نتكلم عن أكثر من 130,000 لغم بحري. نتكلم عن ألغام للأسف الشديد هي محرمة دوليا أولا، ثانيا تقوم الميليشيات الإيرانية الحوثية بزراعتها بطريقة عشوائية. للأسف الشديد ليس فقط ما يؤلمنا حقيقة هو ليس فقط العدد الكبير، ولا كذلك يؤلمنا فقط العشوائية في زراعة هذه الألغام، ما يؤلمنا حقيقة هو العشوائية في زراعتها في المناطق المدنية. نتكلم عن زراعة للغم يعني حرم الأسر من أطفالهم، حرم النساء من أزواجهم ومن آبائهم، حرم يعني الكثير من الأسر حتى من أطرافهم. حقيقة نتكلم عن أرقام تؤلمنا كثيرا. يقومون بزراعتها بطريقة عشوائية بلا استراتيجية، يقومون بزراعتها في مناطق مدنية دون العودة إلى أي عرف، دون العودة إلى أي قانون، دون العودة إلى أي دين، دون العودة حقيقة إلى أي تفكير إنساني. نتكلم عن لغم يأخذ حياة شخص أو شخصين أو حتى أكثر إذا ما انفجر. نتكلم عن 600,000 لغم تتواجد الآن في الأراضي اليمنية، وأكثر منها بكثير من هذا الرقم، وهذه الأرقام أتتنا من وسائل إعلام يمنية مؤكدة. هذه الأرقام نتكلم عن 130,000 بحري، يعني هذه الأرقام مخيفة بصراحة. إذا أردنا أن نتحدث عن الوفيات بسبب الألغام في اليمن من عام 2014 إلى 2016، وهذه أرقام دقيقة، أكثر من 1539 قتيل مدنيين. نتكلم عن رجال وعن نساء وعن أطفال عزل أبرياء لا ذنب لهم فيما يحصل، حرمهم الحوثي بسبب ألغامهم العشوائية المحرمة دوليا من حياتهم. نتكلم عن أكثر من 1,000 حالة، يعني وأنت ذكرت تحت الهواء بأنه إصابات الألغام ليست بالإصابات البسيطة. نتكلم عن أشخاص فقدوا بصرهم، نتكلم عن أكثر من 40,000 في مأرب فقط من الألغام موجودة. كل هذه الأرقام أكدت بأن الحوثي لا دين ولا قانون ولا يحكمه حتى إنسانية بصراحة. فيعني أتت فكرة مشروع مسام من هذا المنطلق، الحاجة الماسة للأشقاء في اليمن. وأنت ذكرت قبل التقرير شكرا على جهود مركز الملك سلمان، وأنا أؤكد لك باسم مركز الملك سلمان وباسم حكومة خادم الحرمين الشريفين بأنه لا شكر على واجب، فالأشقاء اليمنيين يستحقون أكثر، وهذا واجبنا تجاه الأشقاء اليمنيين. خرج مشروع مسام وهو المشروع السعودي لنزع الألغام، هذا المشروع الذي يعتبر من أحد مشاريع المركز النوعية، وسنتكلم إذا أسعفنا الوقت لاحقا عن المشاريع النوعية التي قدمها المركز لليمن، ولكن هذا يعد أحد أهم كذلك البرامج والمشاريع النوعية. هذا المشروع يهدف بالشكل الأساسي والرئيسي إلى نزع وإزالة الألغام عن الأراضي اليمنية ومن الأراضي اليمنية. مدة هذا المشروع وتنفيذه عام بمشيئة الله عز وجل بدأت منذ إعلان هذا المشروع من الأمس، ويعني أؤكد لك بأنه هذا المشروع بعد سنة من الآن سيحقق أهداف مشيئة الله عز وجل سنسعد بها كثيرا إن شاء الله. تكلفة هذا المشروع تجاوزت كما ذكرتم في التقرير 40 مليون دولار أمريكي، وهي قليلة في حق الأشقاء اليمنيين. نحن نتكلم عن أشقائنا الذي يعني يجمعنا معهم الجوار، يجمعنا معهم اللغة، الدين، الثقافة، وحتى النسب والقرابة، يستحقون أكثر من ذلك. وبإذن الواحد الأحد في نهاية هذا المشروع سنسعد كثيرا بنتائج بإذن الواحد الأحد إن شاء الله. إذن نحن أمام هذا المشروع، مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن. الدوافع والدواعي التي جعلت مركز الملك سلمان ينطلق في هذا المشروع واضحة وقد ذكرتها، لكن الاستعدادات والترتيبات التي جرت حتى الآن حدثنا عنها، هل تم تجهيز الفرق الهندسية مما يتكون هذا المشروع، طبيعة عمله، يعني أشرت إلى أنه باشر عمله منذ اليوم،
يعني أصبح في داخل الأراضي اليمنية بمشيئة الله عز وجل. يعني إذا ما تكلمنا عن مراحل هذا المشروع في 365 يوم التي بدأت اليوم، نتكلم بداية عن التحرك والتحرك السريع، وأكد لك الآن والأستاذ المشاهدي بأن التحرك سريع في التخطيط على أرض اليمن وفي الأراضي اليمنية. بالنسبة لهيكلة الهيكلة الإدارية للمشروع، فرق العمل كلها جاهزة؟ هي جاهزة، والآن نتحدث عن التخطيط على الأراضي اليمنية في الميدان. نتكلم عن التخطيط الميداني لمشيئة الله. هذه هي طبعا المرحلة الأولى، بعد ذلك تليها المرحلة الثانية وهي التخطيط الميداني. تقصد به رصد أماكن، رصد المواقع، رصد الأماكن، وكذلك نعم وكذلك إذا ما تكلمنا عن تجهيز الخطوات التنفيذية التي فعلا سيبدأ من خلالها المشروع، يعني ويكون في مراحل التنفيذ. نحن نتكلم عن تخطيط الآن في الميدان، سيكون هناك مشيئة الله عز وجل في المرحلة الثانية التدريب والتجهيز للفرق. ويسعدني حقيقة أن أؤكد بأن الفرق التي ستكون موجودة على الأراضي اليمنية لإزالة ونزع هذه الألغام ستكون بمشيئة الله عز وجل فرق يمنية، كذلك سيتم تدريب فرق يمنية من خلال الشريك المنفذ حتى يكونوا مستعدين للتعامل مع هذه الألغام ونزعها وإزالتها بمشيئة الله عز وجل من أراضيهم. ودائما أؤكد بأن أهل مكة أدرى بشعابها، ونحن نتحدث الآن عن الأشقاء اليمنيين الذين سنقوم بمشيئة الله عز وجل من خلال هذا المشروع وفي مرحلته الثانية بتدريبهم وتجهيزهم حتى يساعدون في إزالة ونزع هذه الألغام. إذا ما وصلنا إلى المرحلة الثالثة وهي المرحلة التطهير، بإذن الله ستكون الأراضي اليمنية في هذه المرحلة تطهر يوم بعد الآخر من الألغام التي زرعوها الجماعات الإرهابية بشكل عشوائي في مناطق مدنية. هناك محافظات محددة ربما يبدأ فيها العمل؟ ربما سيكون هناك محافظات يبدأ من خلالها العمل، وبعد ذلك ستكون في جميع الأراضي اليمنية. نتكلم عن عدن ومأرب وما إلى ذلك، ثم تكون بإذن الله معممة على كل الأراضي اليمنية بمشيئة. يعني التحركات كلها في إطار المحافظات التي تم تحريرها. صحيح. ربما هذه البداية. هناك الحديث عن تعز ومارب وصنعاء. صحيح. ويعني ما أدري هي أي محافظة بمشيئة الله عز وجل تم تحريرها هي ستكون نقطة البداية، لأنها مثل ما تعرف أخي هي أسهل للبدء، أسهل في التدريب، لأن هناك تدريب قبل التدريب الميداني وهناك التدريب الميداني الذي سيكون على أرض الواقع في التعامل مع الألغام. فهي أسهل أن تكون في المناطق المحررة وبعد ذلك تنطلق إلى الأراضي اليمنية كافة بإذن الله. طيب إلى أي مدى هناك تنسيق وترتيب مع الجانب اليمني، ولو أشرنا إلى المركز الوطني لنزع الألغام؟ هناك كما أشرت أهل مكة أدرى بشعابها، وهناك جهود مبذولة من قبل في عمليات نزع الألغام، كيف يمكن الإفادة والاستفادة؟ وأؤكد لك إذا ما سألتني يعني عن التعاون، التعاون يصل إلى 100%، وبإذن الواحد الأحد من خلال هذا التعاون مع جميع الأطراف في الحكومة اليمنية الشرعية سيكون هذا المشروع يحقق ما نريد ويحقق أهدافه كلها. التعاون أؤكد لك من خلال منبركم الكريم بأنه يصل فعلا إلى 100%، ولا أبالغ. تحدثنا مع الحكومة اليمنية ورحبت بهذا المشروع، تحدثنا كذلك مع الأفراد الذين سينطلقون في مراحل التدريب والبدء في التنفيذ، وكانوا سعداء جدا في تطهير أراضيهم من هذه الألغام. التنسيق عالي المستوى، التعاون عالي المستوى، لأنه دائما وأبدا إذا كان التنسيق وصل إلى نسبة 90% إلى 100% يكون دائما التنفيذ سريع ويكون الإنجاز عالي ويحقق جميع الأهداف. فأؤكد لك بأن التنسيق والتعاون كامل بمشيئة الله عز وجل. إذن نحن سعادة المستشار الإعلامي عزام العبيد أمام كارثة فعلا، وما جاء هذا المشروع مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن إلا لعلاج هذه الكارثة التي لا تقل خطورة عن الكارثة الإنسانية وكارثة الحرب بأجمعها التي أدخلنا الحوثيون في إطارها. خطورة يعني لماذا هذه ميليشيات الحوثي برأيك تركز في حربها على الألغام رغم أنها تدعي أولا نسبتها إلى أنصار الله كمسمى، وتدعي أيضا أو تحاول من خلال هذه الألغام أن تحد من نطاق المعركة أم ماذا؟ هناك درس واحد، ويعني قد تكون الدروس كثيرة، ولكن الدرس المهم والوحيد الذي أريد أن أركز عليه هنا معكم في هذا البرنامج هو بأن جماعة الحوثي أثبتت بأنها جماعة قليلة حيلة أولا، ثانيا لا تملك أي تخطيط استراتيجي في تعاملها مع عملياتها الإرهابية، ثالثا لا تملك أي إنسانية فيما تقوم به من زراعة. إذا ما أرادوا أن يتحدثون عن التخطيط العسكري فليقوموا بزراعة هذه الألغام في مناطق عسكرية وليست مناطق مدنية.
هذه النقطة الأولى التي نريد أن نؤكد عليها. زراعتهم لهذه الألغام بطريقة عشوائية وفي مناطق مدنية تثبت بأنهم أولا لا يملكون وطنية، وصدقني لا تصل إلى 1% وطنيتهم، لأنه من يملك وطنية لا يقتل بريء، ومن يملك إنسانية لا يقتل بريء، ومن يقول أنا يمني لن يقتل يمني، لن يقتل طفل يمني، لن يشوه طفل يمني، لن يقتل امرأة يمنية، لن يعني نتكلم عن أعداد أنا ذكرتها في بداية الحلقة، وأعداد مخيفة وأعداد مؤلمة. يعني أتحدى أحد الأشخاص الذين ينتمون إلى هذه الجماعة الإرهابية أن يقول بأننا لدينا هدف وطني. أين هدفكم الوطني؟ وما هو الهدف الوطني؟ وأريد منه أن يعرف الهدف الوطني. إذا كان هدف وطني فأنت تقتل مدنيين أبرياء من وطنك يمنيين، فإذا كان الهدف وطني فهذا مستحيل، هذا الدعاء باطل. إذا كان هذا الهدف عسكري فأنت تقوم بزراعته في مناطق مدنية، فالهدف ليس عسكري، وإنما الهدف واضح وصريح، وهو تحقيق أجندة إيرانية. والأجندة الإيرانية لا يعني تهتم باليمن لا بأراضيه ولا بشعبه، ولا تهتم كذلك بالإنسانية. ونريد أن نؤكد بأنه كم قافلة إغاثة خرجت من إيران إلى اليمن، كم، لن أقول طن، سأبالغ سأقول جرام مساعدة خرج من إيران إلى اليمن، لا يوجد. كم قافلة برية كانت، بحرية كانت، جوية كانت، لا يوجد. لماذا؟ لأنه إيران تقوم بإرسال القنابل، وإيران تقوم بإرسال الأسلحة، وإيران تقوم من خلال ذراعها الإرهابي الحوثي بتجنيد الأطفال ووضعهم في الصف الأول في المعارك، وبعد ذلك تقوم بالاحتفال بهؤلاء الأطفال والاحتفاء بهم كشهداء. كل هذه الجرائم تثبت بأن الحوثي لا يوجد لديه وطنية، لا يوجد لديه، لا يؤمن بدين ولا يؤمن حتى بإنسانية، وأؤكد لك هذه النقطة. نعم. طيب اسمح لنا أن نشرك معنا في هذا الحوار رئيس البرنامج الوطني لنزع الألغام العميد الركن أمين العقيلي. سعادة العميد أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا فيكم. مرحبا، نحن هنا مع مستشار معالي المشرف العام لمركز الملك سلمان للإغاثة والإعمال الإنسانية عزام العبيد، نتحدث عن مسام ويعني المشروع الأكبر لنزع الألغام التي زرعها الحوثيون في اليمن. ما تعليقكم في البرنامج الوطني لنزع الألغام على هذا المشروع، وما دوركم أيضا؟ أمسي بالخير عليكم وعلى ضيفكم الكريم وعلى مشاهديكم الأعزاء. بالنسبة لنا في مشروع مسام، هو مشروع إنساني، مشروع جاء في وقته المناسب. المشروع جاء من مركز الملك سلمان في وقت الشعب اليمني بحاجة من يقف إلى جانبه في نزع الألغام، يقف إلى جانبه في إنقاذ الشعب اليمني من الكارثة التي حلت بها، التي جاء بها الحوثي وزرع الألغام في جميع المناطق التي وصل إليها. مشروع مسام مشروع أهدافه عظيمة جدا وأهدافه سامية. المشروع جاء لإنقاذ الإنسان اليمني، جاء لإنقاذ الطفل، جاء لإنقاذ المرأة، جاء لإنقاذ الشيخ. الألغام التي زرعت في اليمن زرعت بكثافة عالية وبأعداد كبيرة جدا. الألغام زرعت بأشكال مغرية، بأشكال مغرية للأطفال، بأشكال مغرية للنساء، للكبار السن الذين لا يعرفون شيئا عن الأسلحة، فما أن تحرك أي جسم من هذه الأجسام حتى ينفجر. الألغام زرعت في البيوت، زرعت في الطرقات، زرعت في المنشآت، زرعت الألغام في الأماكن الحيوية، زرعت الألغام في مصادر المياه. فمشروع مسام هو جاء من أشقائنا وأهلنا في المملكة العربية السعودية لأخوانهم الشعب اليمني لإنقاذهم ونزع هذه الألغام. وسوف يكون المشروع إن شاء الله في القريب بفرق هندسية من البرنامج الوطني لنزع الألغام، وهناك خبرات سعودية وهناك أيضا مدربين أجانب سوف يكونون معنا في المشروع المشترك الذي بيكون ما بين البرنامج الوطني والبرنامج السعودي لنزع الألغام، مشروع مسام. نعم أخي، البرنامج الوطني لنزع الألغام إلى أي مدى قطع شوطا في عملية نزع الألغام خلال المرحلة الماضية، وكيف يمكن أيضا أن يساهم ويفيد في المشروع الذي أطلق مشروع مسام؟ البرنامج الوطني لنزع الألغام هو يعمل منذ الوهلة الأولى، بالرغم من شحة الإمكانيات، بالرغم من كثير من الأجهزة والمعدات استولى عليها الحوثيين في المركز الرئيسي في صنعاء،
حتى منعوا أجهزة كشف الألغام من أن تنزل إلى مركزنا الرئيسي في عدن. فنحن في البرنامج الوطني وفي بما هو متاح لنا من آليات ومعدات وأجهزة كشف ألغام عملنا في جميع المناطق التي استطعنا الوصول إليها في نزع الألغام. تم أعداد نزع أعداد كبيرة من الألغام في محافظة عدن، في الضالع، في جزء من مناطق تعز، من لحج، من أبين، أعتقد الآن هناك في أجزاء من محافظة الحديدة. لكن أصبح أن البرنامج الوطني بالمشروع حقها المدعوم من UNDP لا يفي بالغرض، أصبحت المساحات كبيرة جدا وواسعة وملوثة بالألغام. نعم، طيب أرجو أن تبقى معي سعادة العميد وسأعود إليك. أعود إلى ضيفي هنا مستشار معالي المشرف العام لمركز الملك سلمان عزام العبيد فيما يتعلق بالإمكانات والمعدات التي تم تجهيزها هذا المشروع. هناك حديث على أن الأجهزة آخر ما توصلت إليها التكنولوجيا الحديثة في هذا الجانب، والمعدات أيضا يعني في غاية الدقة لاكتشاف مثل هذه الألغام. ذكرت لك في بداية الحلقة أخي العزيز بأنه المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يعني لن تقصر بحق الأشقاء في اليمن. نعم الأجهزة، قد لا أستطيع أن أجيب على الأسئلة التقنية فيما يتعلق بالأجهزة، ولكن الأجهزة والمعدات كلها من أحدث الأنواع ومن أدق الأنواع التي من الممكن فعلا أن تسهم وأن تساعد في أن يكون الهدف المحقق بعد سنة من الآن هو الكمال، والكمال لوجه الله سبحانه وتعالى. أكد لك بأنها فعلا هي عالية المستوى وهي أحدث الإصدارات من هذه الأجهزة والمعدات. اسمح لي يعني أن أعقب على ما ذكره سعادة العميد. أنت ذكرت لي ماذا تريد جماعة الحوثي من زراعة الألغام، واسمح لي أن أقتبس ما قاله سعادة العميد: زراعة الألغام وصناعة الألغام بأشكال مغرية للأطفال. هذا واحد. اثنين، زراعتها في البيوت. اثنين، ثلاثة، يعني زراعتها في أماكن مدنية حيوية. يعيدنا إلى نفس التساؤل: ما هو الهدف من هذه الجماعة؟ وماذا تريد هذه الجماعة الإرهابية وهذه الميليشيا الإرهابية إذا كانت ستقوم بزراعتها في ثلاث أماكن من هذا النوع؟ جماعة موت ومشروع قتل لا أكثر. طيب اسمح لي أعود إلى العميد الركن أمين العقيلي. سعادة العميد، النطاق الجغرافي الذي تنتشر فيه الألغام أو المحافظات التي يمكن أن يكون هناك عمل للفريق الذي سينزل ضمن مشروع مسام، نطاق الألغام التي زرعها الحوثيين، زرعوا الألغام في جميع المناطق التي وطأتها أقدامهم وإنقلابهم المشؤوم. طبعا زرعوا الألغام في محافظة عدن، في الضالع، في تعز، في أبين، في البيضة، في محافظة مأرب، في الجوف، في صعدة، في محافظة حجة اللي هو في ميدي وفي حرب، وفي محافظة تعز، وفي محافظة الحديدة. كل المناطق التي وصلوا إليها زرعوا فيها الألغام، لن يؤخرهم من زراعة الألغام سوى أنهم يصلون لأي منطقة يبدؤون بزراعة الألغام من أول وهلة يصلون إليها، سواء بالبيوت، سواء بالطرقات، مصادر المياه، كل مكان لقب من قبلها. ضيفك الكريم تحدث حول الهدف، فعلا الهدف هو قتل المواطن اليمني البسيط، قتل النساء، قتل الأطفال، قتل الشيوخ. هناك أفلام عرضت يوم أمس مآسي فيها صور للنساء، لأطفال كبار سن تأثروا بالألغام. هناك إعاقات سوف يكون لها أثر على المدى القريب والمدى البعيد. الآن نحن نواجه كارثة الألغام في الأرض وكارثة أخرى اللي هي ضحايا الألغام. المصابين الآن بحاجة إلى علاج، بعد العلاج بحاجة إلى تأهيل نفسي، بعد التأهيل النفسي بحاجة أيضا إلى دمجهم في المجتمع، إيجاد لهم فرص عمل، تأهيلهم. يعني القصة سوف تكون طويلة، ولكن بجهود أشقائنا وأهلنا وإخواننا المملكة العربية السعودية سوف تخفف عن الشعب اليمني الكثير والكثير. الحكومة اليمنية في البرنامج الوطني داعم لنا وعلى تواصل مستمر نزع الألغام في أقرب وقت ممكن. هناك في سباق مع الزمن حول نزع الألغام، تأخر الألغام يوم واحد معناه حصد أبرياء. نعم،
ويعني حتى الجهود الآن المبذولة لعمليات نزع الألغام، ما دامت هذه الميليشيات موجودة وهي تفرخ مزيدا من الألغام فتبقى المشكلة قائمة. ولذلك من أكبر أهداف مشروع مسام أن يتم تأهيل وتدريب الكادر المتخصص في عمليات نزع الألغام وتسليم التقنية والمعدات له ليواصل عمله. العميد الركن أمين العقيلي رئيس البرنامج الوطني لنزع الألغام، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. أعود هنا إلى ضيفي مستشار معالي المشرف العام لمركز الملك سلمان عزام العبيد فيما يتعلق بجهود مركز الملك سلمان. كما أن هذا هو المشروع، مشروع نزع الألغام، كان هناك مشروع لمعالجة المتضررين من هذه الألغام والذين فقدوا أطرافهم نتيجة لانفجارها ونتيجة لأوضاع الحرب. ماذا عن التكامل بين المشروعين؟ لدينا وهو طبعا أكيد أحد المشاريع النوعية والبرامج النوعية التي قدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والتي صراحة يعني احنا حظينا بإشادات كثيرة أممية من منظمات إنسانية وإغاثية دولية وإقليمية. وهو طبعا مشاريعنا كثيرة، ولكن هذا المشروع تحديدا مرتبط بالألغام وهو مراكز الأطراف الصناعية التي من خلالها نقوم بصناعة أطراف صناعية باختلاف الحالات من المؤكد. قامت هذه المراكز بصناعة أكثر من 350 زراعة وصناعة، أكثر من 350 طرف لأكثر من 350 حالة. نتكلم عن هذه المراكز، أكيد أن هناك تكامل، ولكن هذه المراكز هي مراكز علاج، ونحن نود بالوقاية، والوقاية دائما خير من العلاج. فلذلك خرج مسام، مسام هو الوقاية، هنا التكامل، هنا يكمن الامتداد. نقوم بالعلاج صحيح، والحالات الحمد لله رب العالمين تعالج. سعدنا جدا، انتشر مقطع، وهذا أنا أتحدث الآن بصفتي الشخصية، انتشر مقطع أسعدني كثيرا حقيقة، وهو لأحد الشبان اليمنيين الذين قام مركز الملك سلمان من خلال مراكز الأطراف الصناعية بصناعة وزراعة طرف صناعي له وهو في القدم أعزكم الله والسادة المشاهدين، وكان في يوم زفافة، وكان جدا سعيد، وكان حتى يرقص الرقصة الشعبية، وحقيقة أسعدنا كثيرا هذا المقطع، بل وانتشر في المركز وجميع أفراد المركز شعروا بسعادة كبيرة. هذا هو الفرق بين الموت والحياة، الموت الذي تزرعه ميليشية الحوثي والحياة التي يزرعه الإنسانيون في هذا العالم. طيب في إطار يعني العمليات الآن التي يقوم بها مركز الملك سلمان وتنوع المشاريع، يعني المشاريع متكاملة، صحيح، الجانب الإغاثي، الجانب الإنساني، كلها جوانب إنسانية، لكن عندما نتحدث عن جانب طبي وجانب وقائي وجانب تغذوي، هذا ضمن عمل متكامل لمركز الملك سلمان. صحيح. اسمح لي أن أؤكد لك بأنه جميع برامج ومشاريع وأي قافلة حتى إغاثية تخرج لأي دولة من الأربعين دولة التي وصل إليها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ونتكلم تحديدا عن اليمن، الدولة الشقيقة والأشقاء اليمنيين، قبل أن نقوم بتصميم أي برنامج أو مشروع نقوم بدراسة الحالة. هناك بعض البرامج التي نقوم بتصميمها، مثلا نقول هو برنامج مصمم للمرأة، لا نقوم بتصميم هذا البرنامج فقط للمرأة بشكل عام، بل تقوم لدينا إدارات معنية بدراسة وتصنيف وتفتيت هذه الفئة إلى فئات صغيرة. نتحدث على سبيل المثال إلى الإمرأة المسنة، الإمرأة المسنة التي تعيل، الإمرأة المسنة التي تحتاج إلى من يعيلها، نتحدث عن المرأة الحامل، نتحدث عن المرأة التي فقدت زوجها. نقوم بتفتيت هذه الفئة الكبيرة وهذا التصنيف الكبير إلى فئات صغيرة، نقوم بدراسة هذه الحالات، ونقوم بعد ذلك بتصميم البرنامج بما يتناسب مع كل فئة من هذه الفئات الصغيرة. نقوم كذلك إذا ما تحدثنا عن المساعدات وتوطينها، كانت توطين المساعدات كانت أحد المحاور في المؤتمر، مؤتمر الرياض الإنساني الدولي الأول الذي أقيم تقريبا قبل أشهر من الآن. هذا المؤتمر الذي كان برعاية كريم من خادم الحرمين الشريفين كان فيه أحد المحاور وهو توطين المساعدات، وكثير كانوا يتساءلون من ضيوف المنتدى ما هو المقصود بتوطين المساعدات، وكان هناك جلسة مخصصة لهذا العنوان. ما نقصد بتوطين المساعدات هو ما نقوم به بطريقة عملية حاليا في مراكز الأطراف الصناعية، وفي كذلك مراكز إعادة تأهيل الأطفال المجندين، وكذلك في مسام، وهو خلنا نأخذ الآن واسمح لي أن نأخذ مسام على سبيل المثال. سيقوم الشريك المنفذ بتدريب وتأهيل ما لا يقل عن 300 شخص يمني على أن يكونوا مستعدين للتعامل مع الأجهزة والمعدات، وبعد سنة من الآن نستطيع أن نقول بأنهم خبراء في التعامل مع الألغام ونزعها وإزالتها من الأراضي اليمنية. هذا هو المقصود
بما ذكرناه في المؤتمر وبما حرص عليه معالي المستشار في الديوان الملكي. المقصود بالتوطين هذا هو أن يكون هناك فريق وطني يقوم بهذا الواجب. صحيح، وهي الاستدامة. نريد لهذا المشروع أن يكون مستمر وأن يكون بأذرع وأيادي يمنية، وهذا ما أكد عليه معالي المستشار في الديوان الملكي معالي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، في أن يكون أي مشروع يجب من خلاله أن نقوم بتدريب وتأهيل الكوادر اليمنية وتشغيل الكوادر اليمنية حتى نقوم بإفادتهم والاستفادة منهم، وبعد ذلك يقومون بتقديم الفائدة لمجتمعهم ولأفراد مجتمعهم، حتى لا يكونوا في حال من الأحوال يحتاجون لأي شخص آخر بعد ذلك. هذا ما نريد وهذا ما نرغب حقيقة فيه، وهذا هو الهدف الذي نود أن نوصل إليه، وبإذن الله سنصل إليه بإذن الله تعالى. وهي يعني كما يقول المثل، لا تعطيني سمكة ولكن صحيح، علمني كيف أصطاد. صحيح صحيح. سعادة المستشار معالي المشرف العام لمركز الملك سلمان عزام العبيد، سنخرج إلى فاصل قصير. فاصل قصير مشاهدينا، نعود من ثم لإكمال حوارنا مع ضيفنا هنا في الاستوديو عن مسام المشروع الأكبر لنزع الألغام في التي زرعها الحوثيون في اليمن. ابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنكمل حوارنا مع مستشار معالي المشرف العام لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عزام العبيد عن مسام المشروع الأكبر لنزع الألغام التي زرعها الحوثيون في اليمن. نجدد ترحيبي بك ضيفي الكريم. فيما يتعلق بتحريم وتجريم الأمم المتحدة والعالم لاستخدام هذه الألغام وزراعتها، رغم أنها سلاح يستخدم في القتال، حتى في القتال الآن تم تحريم استخدام هذه الألغام، أكيد أن مثل هذا هذه الخطوة انعكاسات على حياة المواطنين، على حياة المدنيين، على حياة الأجيال حتى القادمة. وهناك نماذج كثيرة في دول العالم تعاني حتى الآن من مثل هذه الأعمال، ولذلك كيف يمكن أن ينعكس مثل هذا المشروع على حياة اليمنيين؟ نعود إلى سبب تحريمها دوليا، هو خطورتها. لأن إذا ما تكلمنا عن دول سواء كانت قريبة أو بعيدة، هناك عدد من الدول وقد يكون حتى اليمن من بعض الدول التي يعني زرع فيها ألغام وفي أراضيها ألغام، ولا زالت بعد سنوات طويلة لا زالت حتى هذه اللحظة تؤثر على حياة المدنيين. لا زالت صحيح في معارك المناطق الوسطى بلا شك. صحيح. فهذا هو سبب تحريمها. نتكلم عن سلاح خطر جدا، تنتهي الحرب ولا ينتهي خطره. فإذا ما تكلمنا عن نوعية هذا السلاح، حرم دوليا لأنه هذا السلاح يبقى حتى لو حلت هذه الحرب بسلم أو بانتصار أو بخسارة بأي نوع من الأشكال، وأنا لست بخبير عسكري، ولكن إذا انتهت هذه الحرب لا ينتهي مفعول ودمار وخطورة هذا السلاح. فلا بد أن يعي أي شخص، ومن منبركم أنا أقولها وأؤكدها ومن منظور إنساني بحت، لا بد أن يعي أي شخص وأي إنسان، لن أقول حتى إنسان، أي حوثي اسمح لي أن أقولها بهذه الطريقة، لابد أن يعي وأن يفكر للحظة بأنه يطبق أجندة فيها من الشر الكثير. فأنت تقوم بزراعة هذا السلاح وتقوم بوضعه، قد يأتي يوم من الأيام تنتهي هذه الحرب، وبإذن الله ستنتهي وستعود الحكومة الشرعية بقوتها وبشرعيتها لإدارة هذه البلاد الغالية علينا. إذا ما انتهت هذه الحرب قد يأتي في يوم من الأيام وابنك أو حفيدك ويتضرر منه يا أيها الحوثي الذي تقوم بزراعة هذا اللغم الآن، وينفجر فيه وينعكس على أسرتك بالدمار والتخريب ويقتل أحد أفراد أسرتك. أريده أن يفكر قبل أن يقوم بزراعة هذا اللغم. أنت تقوم بزراعة سلاح خطير جدا لا يقارن بأي سلاح آخر. هناك دول حتى الآن تعاني. هناك دول عانت من الاستعمار وعانت من الحروب منذ سنين طويلة، وأؤكد لك قد تكون أكثر من 30 سنة، وأثبتت دراسات وتقرير بأنها لا زالت تعاني ولا زالت هناك ألغام تتفجر وتقتل الأبرياء وتقتل المدنيين. فبالتالي أنت تفكر عن يعني هذا السلاح الخطير الذي قد يؤثر بعد 20 إلى 30 سنة، قد يؤثر على حياة طفلك، قد يؤثر على حياة حفيدك. فقبل أن تقوم بزراعته يجب أن تفكر بنفسك، إن كنت أناني لدرجة أنك تطبق أجندة شيطانية يجب أن تفكر بنفسك أيها الحوثي، ولا تقوم بزراعته في أراضي أنت تقول وتدعي بأنك تقوم بحمايتها وتطهيرها وتقوم كذلك بمحاربة الأشرار. هذا ما يخطرون. هناك مساحات لعشرات ومئات الكيلومترات، في بعضها مثلا في صحراء سيناء، في مناطق صحيح أخرى أصبحت محاطة بأسوار وممنوع الاقتراب.
لخطورة أصبحت غير صالحة للحياة، فما بالك بزراعة هذه الألغام في أماكن آهلة بالسكان وفي الجبال والأودية والسهول. صحيح صحيح. طيب اسمح لنا أن نشرك معنا في هذا الحوار أيضا رئيس شعبة الهندسة بمحور تعز العميد طاهر حميد. سعادة العميد أهلا وسهلا بك. حياك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العميد طاهر حميد، وكرر ترحيبي بك. نتحدث اليوم مع ضيفنا هنا المستشار، مستشار معالي المشرف العام لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عزام العبيد، عن مسام هذا المشروع الأكبر الذي تم إطلاقه لنزع الألغام التي زرعها الحوثيون في اليمن. لأي مدى الحاجة أصبحت ملحة لمثل هذا المشروع، وكيف يمكن أن ينعكس على حياة اليمن واليمنيين؟ أولا أحب بضيفي العزيز، ويشرفني أن نكون أنا وأنا في هذه المقابلة ونناقش أهم موضوع يعاني منه الشعب اليمني الآن في 12 محافظة. طبعا مشروع مسام أجا لإنقاذ الشعب اليمني ويقلل من تلك الخسائر، فأنا أراقب هذه الأحداث مباشرة، ووصلت إلى حدود ما بين 2 إلى 4 انفجارات يوميا تؤدي إلى قتل العديد من المواطنين والأطفال وكذلك النساء. أنا أشوف الآن وأتابع في منطقة الساحل، في التحيتة، في الدرهمي، في المنصورية، في حتى في بيت الفقوة لا زالت تحت سيطرتهم، يحصل انفجارات هناك بمترات وعليها نفرين أو 3 أنفار لا ينتهوا نهائيا، طبعا تمزق أجسادهم. هذه الأحداث وهذه الأعمال الإجرامية هي جريمة دولية، وأي إنسان يقوم بعمل هذه بارتكاب هذه الجريمة يعتبر مجرم أمام القانون الدولي. طبعا الألغام هي محرمة دوليا، ما تستهدف الأفراد، يعني سابقا عملوا الألغام الفردية. طبعا الشيخ حجري عرف كل شيء ألغام فردية، قذائف الدبابات تعتبر ألغام فردية، قذائف المدفعية حولها إلى ألغام فردية، كذلك المواد اللي جمعوها من مصانع الاسمنت المنتشرة في كل ربوع اليمن حولوا هذه المواد الكلور والصوديوم والمواد الموجودة في مصانع الاسمنت وعملوا بجانب مصانع الاسمنت مصانع لإنتاج الألغام ونشروها بشكل فظيع جدا وفي كل مكان، في المنازل، في المساجد، في الطرقات، في المدارس، في الجامعات. كانت جامعة تعز ملوثة بالألغام، وليست ألغام بسيطة، ولكن كانت الصواريخ تصل إلى 200 كيلو، وأنا قمت بفريقي ومجموعة الهندسة العسكرية في تعز بتطهير جامعة تعز وكذلك مدرسة ميلات ومدرسة عبد الله بن عبيدة. يعني جريمة دولية، من تستهدف هذه الألغام؟ هذه الألغام تستهدف الأطفال وتستهدف تستهدف النساء، وكذلك حتى المواشي تتعرض لانفجارات، يعني جرائم أشاهدها يوميا، يعني تبعث بالكراهية لهذه الميليشيات ولكل من زرع هذه الألغام. وأنا أنوه على ميليشيا الحوثي وكل من يقوم بزراعة الألغام في اليمن وفي كل المحافظات بحبة أو بدون حبة، لأنك ترتكب جريمة، وإن منظمات حقوقية موجودة في اليمن ترصد تلك الأسماء وسجلت ما كل فرد وما ضر وما فعل وكم زرع ألغام وماذا أحدثت تلك الألغام، وسيأتي يوم من الأيام وسوف تحاسب وسوف تدرجر إلى محكمة الأمن أو المحكمة الدولية في لاهاي. حرب زرعت لهم تعتبر مجرم حرب، أنت اخترقت القانون الدولي، القانون الدولي والاتفاقية الدولية وكذلك برتقال حقوق الإنسان الرابع الذي ينص على حقوق الإنسان. نعم. في الحرب وبالشل. نعم، إذن ابقى معي سعادة العميد طاهر حميد، وساعد إليك رئيس شعبة الهندسة بمحور تعز. أتي لضيفي هنا مستشار معالي المشرف العام لمركز الملك سلمان عزام العبيد. تعز واحدة من المدن التي فرشها الحوثيون، أو على أقل على مداخلها فرشوا الألغام بشكل جنوني، جبال نهم وساحل سواحل الحديدة وميدي، مدينة ميدي التي تم تحريرها مؤخرا إلى الآن لا ممنوع السكان، السكان ممنوعين من العودة إليها نظرا لأنها ما زالت مليئة بالألغام. حتى البحر
هناك ربما تعثر في وصول يعني حركة السفن والإغاثات والكذا نظرا لوجود هذه الكميات الكبيرة من الألغام. بالتالي كيف تعلق على يعني جهود الإغاثة وتعطيلها من قبل هؤلاء بمثل هذه الأعمال؟ إذا ما تكلمنا عن هذه النقطة تحديدا، هناك صعوبات وتحديات تواجهها كثير من المنظمات الإغاثية والإنسانية سواء كانت دولية إقليمية أو محلية في التعامل مع جماعة الحوثي. احنا تضررنا كثيرا حقيقة في مركز ملك سلمان، قوافلنا كثيرا ما تضررت، تم إطلاق النار عليها وتم تفجير بعض القوافل البرية. نتكلم عن بعض القوافل وأنا هنا حقيقة نضحك من كثر الألم بأننا يعني يقومون بسرقة المساعدات ووضعها في مستودعات، وبعض المساعدات للأسف الشديد إذا وضعت بطريقة خاطئة تتلف في أقل من أسبوع. هناك مساعدات صحية وهناك أدوية وهناك مساعدات طبية تتلف في أقل من أسبوع في حرارة الشمس وما إلى ذلك. بل الأدهى والأمر بأن هذه الميليشيات الإرهابية تقوم بسرقة مساعدات وإعادة بيعها في سوق سوداء. تعيدنا إلى نفس السؤال الأول، إذا كنتم وطنيين أنتم تقومون بسرقة مساعدات قدمت بالمجان للأشقاء في اليمن لم تقدم بمبلغ وتقومون بإعادة بيعها، فأنتم سرقتم المساعدات فأنتم دخلتم في تصنيف أنكم سارقين، يعني هذا سارق، وبعد ذلك دخلتم في عملية بيعها وهذا يعني لا أعلم والله ما هو التصنيف غير أنه تصنيف أنت الآن تقوم بعمل غير إنساني، وبعد ذلك يقومون بمساومة بعض الأشخاص في اليمن وقد تكونون يعني على علم بذلك بأنه عليك أن تنضم وإلا لن تأخذ المساعدات التي هي في الأساس مساعدات مسروقة. فبالتالي الضغط على المدنيين ومحاولة يعني تعطيل المساعدات الإنسانية التي تذهب، وأؤكد لك بأن مركز الملك سلمان يقوم بإرسال المساعدات لجميع المناطق والمحافظات في اليمن سواء كانت تحت سيطرة الحكومة الشرعية المنتخبة أو حتى كانت تحت سيطرة الميليشيات الإرهابية الانقلابية الحوثية، نقوم بإرسالها للمدنيين لأننا نؤمن بأن المدني إنسان ويجب أن تقدم له المساعدات المطلوبة في ظل الظروف الراهنة. نواجه صعوبات كثيرة من الألغام وغيرها، نواجه 130 ألف لغم بحري من المؤكد أنها ستؤثر على السفن، 600 ألف لغم بري من المؤكد أنها ستؤثر على المساعدات وعلى القوافل. حتى مسألة انتزاع الألغام البحرية تحتاج إلى فرق متخصصة. صحيح. أكثر تخصصا من الفرق العاملة في الميدان. صحيح. ربما. صحيح. طيب اسمح لي أن أقول هذه النقطة بالتحديد إلى العميد طاهر حميد رئيس شعبات الهندسة بمحور تعز. الآن هذا الحجم الكبير من الألغام التي زرعت ونشرت عشوائيا في الشواطئ وفي داخل البحار، يعني إمكانية العثور عليها وقد تتقاذفها الأمواج وتنقية سواحل اليمن منها، بالإضافة إلى نقطة نريد أن نختم معك فيها، تفنن الحوثيين في تشكيل الألغام ووضعه على شكل أحجار وعلب ويعني أشكال يمكن لا ينتبه إليها أحد. حقيقة الحوثيين زرعوا الألغام كما شرحت أنت وذكرت وفي السواحل في السواحل الغربية للجمهورية اليمنية وكذلك في الجزر، واليمن لا تملك أي إمكانيات لنزع الألغام في البحار لأنه الألغام في البحار لها تكتيك خاص غير التكتيك والأشياء الفنية الموجودة على البر. طبعا هذه أوجدت أشرت إلى الجزر سعادة العميد العربية السعودية، أشرت إلى الجزر، دعني أذكر هنا الرقم الذي موجود في جزيرة ميون فقط 16 ألف لغم موجود في جزيرة ميون لوحدها. نعم انتشر عندنا المعلومة هذه ولكن أتركني هنا حسب الموضوع هذا. طبعا الإمكانيات في اليمن ليس لا يوجد مع اليمن إمكانيات لنزع الألغام البحرية لأن الألغام البحرية هي نوعين، الألغام العائمة والمعلقة في سطح الماء بواسطة كرة التليل وكذلك الألغام الغاطسة وتكون في سطح في عمق البحر وعليها مجودة بأجهزة مغناطيسية عندما تقترب منها السفن ترتطم على السفن تدي إلى انفجار. ولكن التحالف العربي للقياس المملكة العربية السعودية درب مجموعة أو فرق عملت في جزيرة زقار وفي جزيرة ميون وكذلك في خنيش
والجزر المتأخمة من حدود المملكة يعني ونزعوا كثير من الألغام. طبعا الجزر منظمة 16,000 لوم، وهذه المعلومات أتتنا من أوساط الحوثيين من الفرق الذي نعرفها من الضباط اللي كانوا يعتبر زملاء لنا في هذا التخصص. ف 16,000 لوم موجودين في الجزر ما بين حريش وكمران وكذلك ذقار وبقية الجزر طبعا في البحر الأحمر. كذلك الشواطئ من نيدي حتى منطقة ميون بباب المندب، هذه المنطقة تنتشر فيها ألغام مضادة للسفن. طبعا هذه الألغام خطرها بالمستقبل سيستمر لعشرات السنين، لأن الألغام البحرية مثل الألغام البرية لا تنتهي سريعا، فتحتاج إلى وقت كبير وتحتاج إلى فرق لديها إمكانيات حديثة لاكتشاف تلك الألغام. أما عن تعدد الألغام، أنا أرسلت لك أكثر من صورة بحدود 16 صورة قد تكون كرمثال لأشكال كثيرة من الألغام. الألغام هذه منها الكروية وكذلك منها العلق وكذلك بشكل الأحجار والصخور، لكل منطقة نوع من تلك الأحجار، أحجار سوداء، أحجار حمراء، أحجار بيضاء، تتناسب مع طبيعة الأرض وكذلك حتى صناديق الذخائر حولها إلى ألغام، كذلك برانيل ويستخدموا البراميل، كذلك المواد الموجودة كما أشرت سابقا بالمصانع، مصانع الإسمنت تحولت هذه المواد الكيميائية إلى مواد متفجرة، لأنهم عندهم خبراء أتوا من إيران وهم الخبراء أنفسهم الذين قاموا بالتفنن وصناعة تلك الألغام. كذلك الآن في ألغام خطيرة جدا، منها ما يتفجر بواسطة الأشعة، فهذه عندما يصل الفرد يقترب أي جسم من هذه الأجسام، جسم بشري أو حيواني، يؤدي إلى انفجار. وكذلك في ألغام ضوئية مزودة بمرأة، فهذه المرأة عندما يدخل الجسم بداخل المرأة في هناك أشعة تنعكس ويؤدي إلى انفجار هذه الألغام. وكذلك ألغام شراكية خداعية، هذه مزودة بواسطة وتر شفاف جدا يوضع في الأماكن في المناطق الزراعية، فعندما يأتي شخص يمر في المنطقة الزراعية تحدث انفجار، وهذا حصل في مديرية الصرف. امرأة ماشية مع ولدها فانفجرت بها عضو ناتبة أدت إلى تمزيق جسدها، يعني شيء فظيع جدا. وكذلك أتت أختها لإنقاذها مع امرأة أخرى وأدى إلى انفجار ثاني وتمزيق المرأة مع زميلة فجأتين بالإنقاذ. ومشكلة ثانية في مديرية الصل، طفل عمره 10 سنوات يعني يركب على حمار، فإذا به قد في أثناء الليل ربرع الألغام في الليل، فما شفت انفجرت عضو ناسبة فاختلطت لحم الطفل مع لحم الحمار، وهذه أعمال إجرامية يجرمها القانون الدولي، ولن يلقي أي إنسان عمل في هذا المجال، في مجال زراعة الألغام في أي محافظة في أي جبهة تحت أي عذر كان، لازم نحاسب في أمام القانون الدولي سواء داخل اليمن أو خارج اليمن، وكذلك قيادات الهندسة الموجودين في صفوف الحوثيين هم سيتحاسبوا، وعلى رأسهم عبد الملك الحوثي يعتبر مجال الحرب ليس في مجال الألغام ولكن في كل المجالات. وأخيرا أشكر ضيفي العزيز مع مشرف مركز الملك سلمان، مركز الملك سلمان له دور كبير، دور إنساني في كل المجالات، ونلمس خدماته في كل منطقة وفي كل مديرية سواء في المناطق التي تسيطر عليها الشرعية أو المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، ولكن الحوثيين يسرقون هذا المركز الإنساني من المواد الغذائية يقوم تخزينها وبيعها لكبر عليهم أموال يستخدموها في المجهود الحربي. العميد طاهر حميد رئيس شعبة الهندسة بمحور تعز كنت معنا، شكرا جزيلا لك سعادة العميد. أعود لأختم مع ضيفي هنا مستشار معالي المشرف العام لمركز الملك سلمان عزام العبيد في رسالة ختامية أحب أن ترسلها عبر قناة سهيل. هي رسالتين حقيقة في دقيقة أو أقل من دقيقة. الرسالة الأولى، هناك يد تقدم الدمار
وتقدم الهلاك وتقدم الموت، تقدم السلاح، تقدم الخراب، تقدم الأعمال الإرهابية الشيطانية في الأراضي اليمنية وعلى الأراضي اليمنية، وهي الميليشيا الحوثية الإرهابية الانقلابية بدعم من إيران. وهناك يد المملكة العربية السعودية ممثلة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية التي تقدم البناء، لأنه واجبنا تجاه الأشقاء في اليمن، نقدم التعليم، نقدم إعادة تأهيل الأطفال المجندين الذين يعني جندوا من قبل الحوثيين. يعني أؤكد لك بأننا نريد حقيقة الاستقرار والأمن والأمان بكل برامجنا، بأكثر من 262 مشروع، منها من المشاريع والبرامج النوعية الكثير لليمن الذي يستحق أكثر. أود أن أختم باقتباس بسيط جدا لجملة ذكرها معالي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في يوم إعلان وإطلاق مشروع مسام، ذكر: نريد أن نستبدل الدموع في اليمن بابتسامة. هذا ما نود أن نقوم به في مركز الملك سلمان بإذن الله. بإذن الله تعالى، وكل الأعمال الإنسانية تأتي في هذا الإطار، استبدال الدموع بالابتسامة. شكرا جزيلا لك مستشار معالي المشرف العام لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عزام العبيد، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. شكرا لضيفي الكريمين اللذين أيضا شاركانا هذا الحوار في حلقة هذا اليوم عن مسام، المشروع الأكبر لنزع الألغام التي زرعها الحوثيون في اليمن. تحية لكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، ونلقاكم بإذن الله تعالى. إلى اللقاء.